بسم الله، اغلب الوقت بيضيع في شغل الكونستراكشن في موضوع حل الكلاشات. يعني ممكن نعمل شغل المعماري والانشائي والكار ميكانيكال، بس نيجي عند الكلاشات ناخد وقت كتير. ففي برنامج بيساعد في الموضوع دوت اللي هو كلاش ام اي بي، بيفيد بان انا اول ما برسم حاجه بيبان لي الكلاش موجود فين، فده بيسهل عليا الشغل كتير قوي ان انا بعرف المشكله فين ابدا اعالجها. بمجرد ان انا برسم اي حاجه هو بيلاقي عامله كلاش مع حاجه تانية، فيبدا يقول لي خلي بالك في كلاش في المكان دوت، فده بيسهل عليا وقت كتير بدل ما ياخد بالي في اخر المشروع يكون الوقت هيكرر وشغل تعبتي. تمام، يعني اول ما اجي ارسم اي حاجه هنا خبطه في الضغط دوت، فيبدا يديني اشاره خلي بالك الحاجه اللي انت رسمها خبطه في الحاجه ديت. ده سواء لو انا شغال في البلان، شغال في سيكشن في 3D، اي حاجه تضغط في حاجه تانية بيبدا يديها لون خلي بالك الحاجه دي عامله كلاش مع الحاجه الفلانيه في الجزء اللي خبطه فيه، مش في كامل الضغط، لا في الجزء بس اللي عامل كلاش مع حاجه تانية يبدا يتلون، بحيث اخد بالي ان في هنا كلاش هنا ابدا ادور على الحل ليه. فده انا شايف ان هو اختراع عبقري هيوفر علينا وقت كتير جدا، بحيث ان المشاكل تظهر معايا وانا شغال. ده انا جيت خدت عنصر، اي عنصر كوبي، هو اول ما يلاقيه عمل كلاش يبدا يديه اللون في ال2D، في ال3D، في اي حاجه موجودة في البلان هيبدأ يديها لي اللون. اهو في البلان، في السكشن، في 3D.